صار غبطة البطريرك رفائيل بدريوس الحادي والعشرون من سيان كاثوليكوس بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في لقاء جرى اليوم في مقر البابا في الفاتيكان، حيث تصدر الوضع المأساوي في لبنان جدول المباحثات. خلال اللقاء أعرب البطريرك من سيان عن قلقه العميق حيال الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها لبنان، مشددا على أن الآلاف من المدنيين بمن فيهم الأطفال والشيوخ يدفعون ثمن النزاع المستمر، وأشار إلى أن القرى والمدن اللبنانية تتعرض لقصف مستمر ما يهدد الأرواح ويزيد من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة. أكد غبطة البطريرك أن الأوضاع في لبنان تفوق الوصف، حيث تفقد يوميا المزيد من الأرواح البريئة وتتهاوى المنازل فوق رؤوس ساكنيها، والشعب يعيش في خوف دائم، فمن الضروري وقف إطلاق النار فورا والعودة إلى طاولة الحوار، فنحن بأمس الحاجة إلى صوت السلام ليرتفع فوق صوت الحرب. من جانبه أكد بابا الفاتيكان دعمه للسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تستطيع البقاء صامتة أمام المعاناة الإنسانية في لبنان. معنا من لبنان أستاذ شربل باستوري، مسؤول العلاقات العامة في بطريركية الأرمن الأرثوذكس. مساء الخير أستاذ شربل. أستاذ شربل، مساء الخير، سلامي لحضرتك ولكل شعب لبنان الشقيق. أنا مسؤول عام بس في بطريركية الأرمن الكاثوليك ولست في الأرثوذكس. بعتذر لحضرتك جدا. شكرا ومرحب بيك مرة تانية، وخليني أعرف من خلال وجود حضرتك معنا استفيد بالأوضاع الآن على أرض لبنان. يعني الوضع الإنساني مأساوي للأسف بهالظروف الصعبة اللي عم بعيشها وطننا لبنان، بحالة التهجير من الجنوب ومن البقاع ومن الضاحية الجنوبية في بيروت، وأيضا يعني تقريبا صار الوضع بلبنان كله مش آمن للأسف. يعني أستاذ شربل باستوري، مسؤول العلاقات العامة في بطريركية الأرمن الكاثوليك، كيف تقيم أهمية هذا اللقاء الذي تم اليوم بين البطريرك مينيسيان وقداسة البابا فرانسيس في ضوء الوضع المأساوي الذي يعيشه لبنان الآن؟ يعني زيارة صاحب الغبطة اليوم لقداسة البابا فرانسيس هي تعطي أمل ورجاء في هالظروف اللي عم بعيشها وطننا لبنان، تعطينا شوية أمل إنه الكنيسة هي إلى جنب المواطن وإلى جنب الشعب في هالظروف اللي عم نعيشها. حضرتك معنا؟ ألو؟ أيوة مع حضرتك، تفضل يا فندم. نعم تسمعيني؟ سامع حضرتك، تفضل. نعم، فهذه الظروف اللي عم نعيشها هي كتير مأساوية بوجود صاحب الغبطة بالفاتيكان ولقائه قداسة البابا، عطى رجاء وأمل بهالزيارة يلي كانت كنا ناطرينها كرمال تعطينا نفحة أمل بهالظروف اللي كتير مأساوية عم بعيشها وطننا لبنان. أهم الرسائل الأساسية التي أراد صاحب الغبطة البطريرك مينيسيان إيصالها لقداسة البابا فرانسيس فيما يتعلق بالأوضاع في لبنان؟ يعني صاحب الغبطة أكيد كان حامل رسالة، رسالته هي كل شخص متعذب، كل شخص توفى له حدا، كل شخص عم بيتألم. يمكن في أشخاص ما تهجروا من بيوتهم، إنما عم بيتألموا نفسيا لما عم نشوف أخينا بالمواطنة عم بيتهجر من بيته، عم بيترك بيته مثل ما هو، ما عم بيقدر ياخد غراضه، بلحظات عم بفل، أوقات ما عم بيروح ماشي. فصاحب الغبطة أراد إنه يفرجي هالصورة لقداسة البابا كمان لا يقدر نعمل هالوقف لإطلاق النار يلي عم بيصير. التعليق وما كان رد بابا الفاتيكان على ما وصله من كل هذه المآسي التي يمر بها لبنان؟ يعني البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لصاحب الغبطة هو واضح إنه أكيد قداسة البابا هو من الداعين إلى السلام منذ وقت طويل،
وبهالمناسبة يوم الاثنين اللي حيكون يوم صوم وصلاة لأجل الشرق الأوسط كله. يوم الاثنين القادم سيكون يوم صوم وصلاة من أجل لبنان، من أجل السلام. من أجل السلام. نعم. يعني كيف ترون دعوة البطريرك ميناسيان لقداسة البابا بأن يكون مسعى سلام كبير في هذا التوقيت؟ وما الدور الذي ترجوه أن يحدث الآن؟ يعني أكيد صاحب الغبطة أراد أنه يوصل هالرسالة لقداسة البابا، لأنه بتعرف الفاتيكان بتلعب دور كتير طبعًا. كبير بعلاقاتها الدبلوماسية والحوارية مع جميع الدول العظمى، كرمال يصير فيها الوقف لإطلاق النار، لأنه هالحرب يلي عم نعيشها هي كتير قاسية على الكل، يعني على الطقوم الطبية، على المستشفيات، على الأشخاص، على العالم، على المدارس، على كل شيء. مشان هيك صاحب الغبطة أراد أنه يكون هالشي من خلال توصيل هالرسالة لوقف إطلاق النار ونكون نحن في مرحلة سلام. حابة أعرف تقييم حضرتك لطلب البطريرك بتدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود التهدئة في المرحلة الحالية، ومدى استجابة أو ملامستكم لاستجابة المجتمع الدولي لهذه المناشدات؟ أكيد هذا الشيء واضح أنه المجتمع الدولي بلش يتحرك، وأكيد من أخص الأشخاص اللي تحركوا هن الجمهورية المصرية العزيزة على قلبنا. شكرا. اللي بعدت مساعدات اليوم مشكورة، وكان السفير المصري في استقبالها في المطار، في مطار بيروت. هالمساعدات يلي عم تعملها الدولة المصرية لإلنا وأكيد باقي الدول، وكمان في عنا الجهود كمان اللي كان عم يحكي عنها السفير المصري لوقف إطلاق النار والسلام اللي كلنا ناطرينه. كنت حابة أعرف من حضرتك أكتر عن التواصل اللي تم ما بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصاحب الغبطة البطريرك مينيسيان، وطلب منه أن ينقل طلب التدخل من الفاتيكان أيضا لوقف العدوان. نعم، صار في تواصل بين صاحب الغبطة ودولة الرئيس نجيب ميقاتي امبارح واليوم. امبارح أخبروا أنه اليوم سوف يكون له زيارة إلى الفاتيكان ووضعه في الأجواب، وطلب منه الرئيس ميقاتي توصيل تحياته إلى قداسة البابا، وأيضا طلب منه التدخل الفوري والحازم في إنهاء هذه الحرب الدامية على لبنان. ووعد قداسة البابا أن لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، وهذا ما قاله لصاحب الغبطة، انه مش بس لبنان والشرق الاوسط هو بمعزة كتير كبيرة بقلبي، ولح صلي ولح اشتغل ليصير في سلام بالشرق الاوسط. خليني اخذ من حضرتك رسالة اليوم للمجتمع الدولي في ظل التحركات الدبلوماسية والدينية اللي بتقوم لحل الازمة في لبنان الان من خلال كنيستكم. يعني نحن من ناشد المجتمع الديني والمجتمع الدولي بالتحرك سريعا لوقف هالمجازر يلي عم ترتكب بحق الأطفال، بحق الأقوية الطبية، بحق كل شخص عم يتهجر، إن كان تهجير مش بس تهجير من بيته، في أشخاص عم يتهجر قلب الشخص كثير عم يتضايق، في أشخاص مع صار يكرهوا أنه يجي الليل بسبب الأصوات يلي عم تنسمع، في أطفال عم بتخاف، في أطفال عم تبكي، في أمهات عم تعتل هم أولادها، في كبار عم بيعتلوا هم من مثل الأشخاص كبار بالعمر يتأذوا من وراء الأصوات. يمكن نحن عن جد بحاجة لسلام، ومثل ما قالوا الملائكة المجد لله في العلا وعلى أرض السلام وفي الناس المسرة، هن أول شيء دعوا للسلام. فنحن ندعي هالمجتمع الدولي كله يتحمل مسؤوليته تنشوف في هناك حيث يوجد السلام. نتمنى أنه يصير في سلام بالعالم كله وتنتهي هالحروب. خليني يعني أستغل وجود حضرتك فإنك تصل رسالة أيضا للشعب اللبناني اللي بيسمعك من خلال شاشة ميسات اليوم. ماذا يعني للشعب اللبناني رسالة هي أنه نحن شفنا لما بدأت الحرب
هالتكاتف بين اللبنانيين، وحيث في أشخاص كتير فتحت بيوتها ومدارسها وكنائسها لاستقبال الإنسان. الإنسان شو ما كان طائفته، شو ما كان دينه، شو ما كان لونه، مهم أنه هو يكون محمي من هالحرب يلي هي كتير قاسية. نتمنى قريبا يكون لنا لقاء أو اتصال يكون فيه الوضع مستقر ولبنان في أمن وأمان إن شاء الله. بشكرك شكرا جدا. شكرا كتير لكم ولقناتكم الكريمة على تضويق على هالدور يلي نتمنى أنه يصير عن جد فيه هالمحبة وهالسلام ترجع بين هالبلدان. وأهم شيء مثل ما دعانا السيد المسيح، حبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ربنا يحفظكم جميعا. كل الشكر حضرتك أستاذ شرب الباستوري مسؤول العلاقات العامة في بطريركية الأرمن الكاثوليك. كل الشكر لحضرتك ولكل اللي تابعنا في هذه الفقرة الهامة. ما كان يمر حلقتنا اليوم إلا بالاطمئنان على أشقائنا في لبنان. الوضع مأساوي، يمكن دايما بنقول أن الركب الساجدة أقوى من الجيوش الزاحفة. نصلي جميعا أن ربنا يعم السلام على المنطقة بشكل عام، لأن فكرة يعني المدنيين والأطفال من النساء وكبار السن واللي هم بيكونوا أصلا وقود واللي دايما بيكونوا ضحايا لمثل هذه الاعتداءات الوحشية، كل السلامة المنطقة بشكل عام، كل السلامة. يعني يوم الاثنين القادم سيكون مرور عام على 7 أكتوبر اللي من وقتها لم تهنأ المنطقة بأي استقرار ولم يكن في أي فوائد ولا نتائج من ما حدث.